وغنقترح لكم مقبل ديال الكرومب الكفته. غادي نحتاجوا اما كرومبه كامله الا كانت متوسطه ولا صغيره، ولا نص كرومبه يعني لي شو داك الملفوف. غادي نسلقوا الوريقات ديالو يعني داك الكرومب، غادي نحلوا الوريقات ديالو ونديروهم مع الماء في واحد الطنجره على عافيه مهيله، ينزلوا شويه ومن بعد كنصفيوهم احتفظوا بهم على جنب. ما بغيناش نسلقوهم في الماء، ممكن نديروهم في طنجره في الماء يكون غليان يكون طايب وبسهوله كينزلوا، ومن بعد كنصفيوهم كيف ما قلت وكنخليوهم جانبا. ناخذوا ربعه ديال الكفته اما ديال الدجاج اولا ديال الغنمي. غنحتاجو دامتي دجاج اولا دامتي غنمي كيف ما قلت على حسب الكفته اللي درنا، واش ديال الغنمي ولا ديال الدجاج. غادي نحتاجو في العطريه شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، شويه ديال التحميره الحلوه، شويه ديال الشونيه الحاره، زعتره محكوكه كتجي من السما بهذا المقبل ديال الكروم، بصله حتى لجوج بصلات مشلضين رقيق، ومن الافضل ناخذوا اما البصله الخضريه اولا البصله البيضاء. بالنسبه للطريقه سهله، غادي ناخذوا اول حاجه في مقله غادي نشحروا دوك جوج بصلات مشلضين رقيق مع جوج المعالق كبار ديال الزيت الروميه ودريس ديال الثومه. غادي نخليو هاد البصله مع الثومه مع دوك جوج معالق ديال الزيت الروميه يتشحروا مزيان حتى كتنزل ديك البصله. من بعد كنضيفوا ربعه ديال الكفته ديال الدجاج اولا كفته ديال الغنمي، وكنحكوا دامتي دجاج اولا دامتي غنمي على حسب الكفته اللي درنا، واش دجاج ولا غنمي. كنمشيو في نفس المذاق ديال دامتي كيف ما قلت دجاج ولا غنمي. بالنسبه للكميه ممكن ربعه ممكن 6 كيلو ممكن كميه اقل على حسب الكرومب اللي درنا وعلى حسب الكميه الكفته اللي عندنا. كنشحروا كل شيء مزيان داك الكفته ديال الدجاج اولا غنمي مع ديك دامتي الدجاج اللي حكينا في الحكاكه، وكنخلطوها مزيان مع هذيك البصله اللي نزلات من قبل وضفنا ليها الكفته مشحره. غادي نشحروا كل شيء مزيان وكنضيفوا ربع كاس صغير ديال الماء، غير واحد شويه ديال الماء، جهد ربع كاس صغير ديال الماء كنضيفوه على داك الخليط باش كتفرتت لينا الكفته بسهوله، يعني داك الماء كيحلها. وكناخذوا يعني كنشحروا هذا الشيء كله مزيان، وكناخذوا دوك الوريقات ديال الكروم اللي حنا سلقناه من قبل واحد 5 دقائق وسقطرناه اولا درنا داك الكروم قلنا في المغليان ما طايب يعني بلا عافيه خليناه يعني في الماء طايب، ومن بعد يعني حتى كنزلوا حتى كينزلوا دوك الوريقات ديال الكروم، وديك الساعه كنصفيوهم مزيان وحتفظوا بهم على جنب. ودابا غادي ناخذوهم ونقردوهم رقيق بحال كيف كنديروا مع المعدنوس، كنقردوهم رقيق وكنضيفوهم للمقله مع ديك البصيله مع ديك الكفته مع دامتي دجاج ولا غنمي، وكنشحروا كل شيء مزيان. وعاد ديك الساعه كنتبلوا بالعطريه، كنضيفوا شويه ديال الملح، نضيفوا شويه ديال الابزار، شويه ديال التحميره الحلوه، وشويه ديال الشونيه الحاره كتجيب لينا الحاره، وكنضيفوا الزعتره حتى هي كتعطي واحد المذاق مختلف، واحد جهد معلقه ديال الزعتره محكوكه على اليد. كنشحروا هادشي كله مزيان وكنخليوه حتى كيتشحر وكيما كيبقاش يعني داك الكرومب وديك الكفته وديك البصله كتنشف وكتوكح مزيان ديك الماء ديالها وكتجي مشحره مزيان، وهذاك الكرومب حتى هو كينشف. غير هو كيبقى الاختيار ديالكم، اما ديروا هاد الطريقه ديال البصله هي الاولى كتشحر عاد ديك الساعه الكفته، وكنكونوا سلقنا من قبل هذاك الكرومب وعاد ديك الساعه كنقردوه رقيق وكنضيفوه على الخليط وكنشحروا وكنديروا دامتي وكنديروا العطريه مع الزعتره وكنخليو كلشي كيتشحر. في اخر مرحله كنضيف واحد القطرات من الخل، يعني جهد قطره ولا جوج ديال الخل، وكنشحروا كل شيء مزيان. ممكن على انكم ديروا هذه الطريقه، وممكن على انكم في اول حاجه ديروا المقله في عود ما ديروا البصله هي الاولى ديروا الكرومب، يعني بعد ما سلقتوه تاخذوه وتهزوه وتقردوه رقيق وتشحروه في جوج المعالق ديال الزيت الروميه باش يعني بحال كيتقلى شويه وكيولي فيه واحد المذاق مختلف وكيجي بنين. غادي تشحروه هو الاول مزيان وعاد ديك الساعه تحطوه في واحد الطبسيل على جنب، وكترجعوا لهذيك المقلانيت كديروا ديك البصله مع ديك الثومه كتنزل، وكتضيفوا الكفته وعاد كتضيفوا دامتي محكوكه، وكتضيفوا ربع كاس صغير ديال الماء مع ديك الكفته ديال الدجاج اولا ديال الغنمي، وكتشحروا كل شيء مزيان. ومن بعد كتعاودوا ترجعوا داك الكروم اللي انتوما قردتوه رقيق ولكن مسلوق من قبل اولا يعني نازل في داك الماء طايب وسقطرناه ولكن قليناه واحد شويه، ما كنكثروش بزاف ديال الزيت، غير جوج معلقات ديال الزيت الروميه كافيه باش دوك الوريقات ديال الكروم اصلا هما نازلين بهذاك الماء سخون ولكن كيتقلاو في ديك الزويته كيعطي واحد المذاق مختلف. وعاد كتضيفوه من بعد وكتشحروا كل شيء مزيان، فكيجي هذا المقبل ديال الكرومب بالكفته كتجي لذيذه بزاف. وفي غالبيه الاحيان كنديروا الكرومب في الكسكسو اولا في الصوبه وما كنعرفوش شنو غادي نديروا به، ففرصه ان نديروا هذا المقبل، هو كيمشي كطبق متكامل وكيمشي يعني هكا في عشيوه خفيفه، وكيمشي كذلك حتى هكا في مقبل كيف ما قلت الكرومب وريقات ديالو شحروهم
مزيان هما الاولين في جوج معلقات ديال الزيت بعد ما درناهم ينزلوا واحد شويه في الماء سخون وديك الساعه كنشحروا ديك البصله مع هذيك الكفته ديال الدجاج اولا ديال الغنمي وكنديروا العطريه كيجي من السم كذلك مع زعتره كيمشي مزيان مع هاد الزعتره المذاق ديال الزعتره وفي نفس الوقت نديروا قطرات في الخل في اخر مرحله نشحروا كل شيء ونضيف واحد القطرات ديال الخل ممكن كذلك ديروا واحد ربع معلقه صغيره ديال الحكمه طيشة فكيبقى على حسب الاختيار ديالكم على حسب اللون اللي بغيتوا ديال هاد الكرومب بالكفته كمقبل وبالصحة والراحة.